السلام عليكم، كان شاب معكم زايد في لعبة ايرث باوند. طبعا شباب حاب اشكركم على فيديو ايرث باوند، جاء عليه دعم وصراحة اسعدتوني، فبنكمل اللعبة. عموما شباب قبل ما نبدا الفيديو انا وصل هذا الفيديو الى 10,000 لايك، يلا شباب بنوطكم نبدا. اوكي شباب اخر مكان وصلنا عند الذبانة هذه. اوكي شباب احنا لازم ندخل بيت بوكي. طبعا شباب نقرا ووك ثرو يعني عشان كذا ممكن بعض يقول كيف انت تعرف كل الاشياء، موجود هنا كله موجود. عموما خلينا ندخل هذا البيت يلا. اوكي شباب مكتوب اتكلم مع ابو هذا ابو بوكي. يا ساتر هذا مين؟ هذا امه. شو الشكل هذا؟ اي اوكي هذا ابوه اكيد. يلا انا اسف عشان اطفالي ازعجوك، انتم الاثنان شوفوا تاخذونها الان. وات هربوا. اوكي اوه ايوه وين راح هذا؟ شكل عليهم باب وليش؟ اوه شكل ضربهم ضرب يا شباب. يا اخي الضبانه مزعجه. على كل حال راح اكون سعيد اذا يعني جيت بين فتره وفتره. انا طفشت من عائلتك يعني يعيشون جنبي. اعطينا لابوك فلوس كثيره من الممكن انها الاف او اكثر، ولا لا اتوقع انها اقل. يا اخي صبر ايش يعني لون؟ بترجمها على السريع يا شباب. ها اوكي يعني اللون يعني قرض، ولكن بسبب القرض انا وعائلتي الان نعيش بفقر. اوكي يا اخي كل مره يجيبون كلام جديد. لننت شو هذا؟ لننت اول مره اسمعها. زوجي جدا متساهل مع الاطفال. هو حسنا اعتقد ان الاشخاص الجيدين ينهون الاشياء اخر شيء. هذه قصتنا. ايش يقول هذا؟ عايش اعتقد انها حشره راح اقتلها. يتكلم عن الذبانه. كله ضرب الذبانه شباب. شوف شكله يا عمي، شوف شكل الاو ماي جاد. ايش هذا الشكل هذا؟ وهذا الذبانه شاب. لقد كنت اضعف مما ظننت، لذا يجب ان تبدا مغامرتك. انظر انت شنو؟ اوه لقد تذكرت. اسمع لكلماتي الاخيره. اوه اي كلمات بعد؟ يلا عشان تدمر جيجاس قوتك لازم تتحد مع الارض. الارض راح تتحكم في قوتك وراح تدبلها. وات هذا كان جوكو يا شباب. في 8 مناطق لازم تزورها. خلي هذه الاماكن مكانك انت. كل من هذه الاماكن هي ملجأك او لا يرسى ملجأك انت. والله ما ادري. واحد منهم جمب اونت يدعى جاينت ستيب. اذهب لهناك اولا. هل فهمت؟ نعم. ما راح اقول نو شاب عشان ما يكرر كل هذا. حسنا انت جدا ذكي. يا الهي الالم، كل هذا قاعد اشوف ظلام. قبل ما اموت اريد اعطيك شيء، انه حجر الصوت. تقدر تسجل الاغاني من الثمانية ملجأك مناطق. والله شاب ما ادري. سند هيلب بليز. على كل حال انا قربت اموت، ولكن هل تريد تسمع القصه مره ثانيه؟ اوه والله كنت بضغط يس يا شباب. نو. جيد انه المغرب، ولكن لا يهم الان. انا قاعد يعني هذا اموت. نس اخذ الحجر حجر الصوت. اوكي شاب زي ما شفتوا الذبانه ماتت وخلاص شاب. من بعدها قلت لازم اسجل اللعبه. فيلا شاب الحين انا معاكم في نفس القارب، ما اعرف ايش بيصير. فيلا خلونا نبدا. اوكي الحين مكتوب يا شباب نطلع من هالبيت يلا. وات اوكي واو. اول ما طلعت من البيت فجاه صار صبح. ها سبحان الله. اوكي شباب مكتوب روح تحت بعدين روح يسار عند المكتبه. خلونا شباب يلا نروح تحت بعدين يسار. بهالمكان اوه شيت هذا عدو شباب. اي وات ما في مكان اروح يا شباب. راح يرجع نفس المكان هذا. يمكن يقصد هذا التحت ولا هو اتوقع. اي هذا شباب يدمج كثير والله. يدمج 8 شباب سلامات. شو 8 انت؟ اوكي يلا خلونا شباب نكمل يسار. اوكي وين اللايبراري؟ وهذا اللايبراري. ايوه مكتبه. اوكي يلا ايش ندخل المكتبه بعدين نتكلم مع اللايبريريان. هذه اللايبريريان يلا. مرحبا الاطفال بامكانهم ان ياخذون خرائط. هل تريد واحده؟ بالله يعني ايش راح اقول؟ راح اقول نو اكيد يس. عشان نخذ هذه الخريطه. ليست فقط اونت في هذه الخريطه، كل المعلومات هنا الا المعلومات اللي ليست هنا. وات الشكل هذه؟ يوم تضغط زر الاكس راح يعطيك فيو للماب في اي وقت. تعرف زر الاكس موجود فوق؟ لا يا شيخ. واو طبعا شباب يقصدون النتندو يعني. بعضهم يقول ليه الاكس تحت. وصح كلامك يا شباب هذا هو الاكس، لكن في زر النتندو الاكس هو فوق اللي هو مكان مثلث يعني. اوكي يقول لي اضغط اكس يلا. اوه هالخريطه كلها الحين هذه. نايس بس يا اخي احسها مره كبيره ول. اوكي شباب الحين يقول لي روح على يسار اللايبرري بتحصل واحد مع شعر مدري كيف. هذا هو الشعر اللي مدري كيف. نس انا قاعد اراقب مخبأك. مخبئي هل يمكنك ان تاخذ مكاني؟ يس. ها فقط امزح. المراقبه هي وظيفتي. اي مراقبه يا اخوي؟ اي هايد اوت. مكتوب شاب على اليمين. اوكي صبر شوي على اليمين. وات اي وات اي
تبوني ألعب لوحدي بعدها؟ واو مستحيل مستحيل أعرف المكان هذا. ألا بالتخبيص كذا خبص ويجي خلاص. أبو ما شاف خلونا نروح هنا يلا. أوكي شاب مكتوب أتكلم مع هذا لا وات بالغلط طلعت مكتوب يا شاب إني أتكلم مع هذا الورع اللي لابس هذا كاب أحمر. راح أعطي قبعتي البيسبولية. أعرف إنك تريدها من زمن طويل. إنها أفضل قبعة لشخص شجاع نفسك. وات أعطوني إياها شكرا. طيب صبر شوف فائدتها هل لها فائدة ولا لا. وات ما منها فائدة. هذه ما منها فايدة يا اش اللي ما منها فايدة. تخلي دفاعك من 2 to 8. ليتس جو يا حبيبي نايس. امشي تقلل دفاعي من هذاك العصفور يا عمي دمج كثير هذاك والله. يا اخي صراحة عاجبني عالم اللعبة شوفوا كيف كذا اخضر ويعني في لناس يتحركون فعجيب يعني. عموما شاب يقول لي روح على اللي تحت لين ما تلاقي محل همبرجر. وات لقينا هذا هو. بس يقول دور في الزبالة. وات شو اللي دور في الزبالة؟ نس قاعد يدور في الزبالة او خلني اقول نس قاعد يدور على نفسه. اوكي لا اذا لنرى هنا في همبرجر داخل. اي ليتس جو. نس اخذه همبرجر. يا اخي كان هذا مشابه لاندرتيل جلام برجر واكيد شاب يزيد دم صح. يب انا متاكد يزيد دم. اوكي الحين شاب يقول لي جو تو ذا دراج ستور. وات هذا هو الدراج ستور. طيب ما مكان المخدرات سوق المخدرات قصدي. طيب يقول الحين شاب شيل فلوسك من الاي تي ام. السؤال هنا وين الاي تي ام؟ هذا اي تي ام نس بيكت اب. اي ايش هذا تتصل خلنا اتصل على امي. هل هذا انت يا نس؟ لقد اتصلت علي مبكرا. كل واحد هنا يعني يعمل بشكل تمام. او صحيح تريسي بدات في وظيفه الاكس كباجا ما ادري شباب. خذ راح اخليك تكلمها وكلمني يوم يكون عندك وقت. او ما عندك وقت حسنا ها هي تريسي. الو مطعم ما ادري ايش. هلو هذا اكس كارجو اكسبرس. او هل هذا انت يا نس بيج برو؟ انه انا تريسي انا قاعد اشتغل في اكس كارجو اكسبرس. طيب ايش نسوي لك؟ وات كان اي دو اوه بيك اب ولا دليفري توصيل ولا اخذ يعني تاخذني. ما اريد ولا شيء. كم اجين. ايوه اوكي الحمد لله لان شاب ما اريد اجيب العيد صراحه. اوكي اتوقع هذا الاي تي ام. ايوه ويلكم تو ذا اوتو. وي وات اوتوماتيك تيلر ماشين بس مو بكذا شوب. اوكي الحين يقول لي اسحب ولا يعني هذا شباب ديبوزيت والدرو يلا. اوه عندي 86 دولار. الحين يقول لي اكتب المبلغ اللي تريد ينسحب. اسحب امها يا عمي. ولا صبر خلونا نشوف. مكتوب all your money. يب يلا كل فلوسنا حبيبي. اوكي يلا سحبنا الفلوس نايس عندنا 105 الحين. اوكي شباب الحين يقول لي اشتري لا يقول لي بيع هذا شباب. يقول لي يا شباب بيع الكوكي هذا. وات 3 دولار بس يلا ويس واي نوت. اوكي شباب الحين يقول لي اشتري المضرب هذا وشاب تي بول بات 48 دولار يلا نشتري. اوه اشتريته حلو ويلا البسه نعم. اوه الاوفنس تغير من 9 ل 13 تيم. وراح اشتري المضرب القديم حقي يلا واي نوت. اوكي شاب بعد يقول لي اشتري هذا لك ما عندي فلوس. اوكي شاب مكتوب اذا تبي تجيب فلوس لازم تقتل مو تقتل لا تضارب حيوانات. السؤال هنا شاب وين الحيوانات؟ اوكي شاب هذا الشخص اللي تشوفونه هنا قال لي بعض نصايح في القتال. قال لي يوم تروح على العدو من وراه راح تاخذ فرصه انك تضربه مرتين والعكس صحيح. لو العدو جاء من وراك راح يكون عنده فرصه انه يضربك مرتين وهذه مشكلة. ولكن إذا أنتوا اثنين قدام مع بعض كذا فخلاص كل شيء يعني عدل. أوكي شباب خلونا نضارب هذا نطلع فلوس منه الورع هذا. صح احنا بنشوف الحين كم صرت أدمج وكم صار يدمجني. وات؟ كان يدمجني 8 الحين صار يدمجني 2 وأنا صرت أدمج 21. أو ماي جاد القوة ديم ديم يا نس ديم. هاي شوف ايش تسوي فيه الحين شباب. قتلته بسهولة يا ريال. وين أيامك يا العصفور؟ كنت تجلدني جلد الحين العكس. خلونا نشوف الثعبان كم صار يدمج. أي وات؟ الصر ما قتلته ولا شيء على طول قال يو ون. والله شاب ما ادري شيء غريب. وات شو هذا؟ اي وات هذا عدو ام عاد بس هذا شاب عدو ثاني. عندي حركه حلوه شاب شوفوا. اوكي شاب يلا خلونا نجلده جلد. اوكي يلا يا صوته 8 دمج. وات بيقتلني هذا وانا دمج 16. اوكي يعني حسه حلو الدمج هذا. 15 دمي 3 صار. او ماي جاد يا شباب بموت. اوه قتلته على اخر ثانيه. او ماي جاد هو الليفل حقنا صار 4 حلو. الاوفنس ارتفع ب3 نايس. الديفنس ارتفع ب2 والسرعه ارتفعت ب2 والشجاعه ب1 والحظ ب1 والماكسيمم اتش بي ب3 والماكسيمم بي بي ب2 ولسه اتعلم حركه الهايبونسس اي. تعبت. اوكي شاب حسني لا لازم اكل همبرجر شاب لازم. اوكي خلونا نشوف كم يزيد. اوح زيده كامل. واو هذا العدو بعد مره ثانيه وليش؟ هل تريد ان تبدا قتال ام ماذا؟ اي وات؟ ابى اكلمك بس. او ماي جاد. طب هذا واحد جديد يا شباب يلا خلونا نشوف. اوه 24 دمجته ابلع. اي قاعد طلب مساعده. ايه 2 على 1 يا ورعان. اوه جلدت هذا حلو حلو يلا. هذا شباب مشكلتي دمج كثير. اوه دمجت 20 حلو. 23 ديم. واجلدنا جلد ايزي. اوكي شباب ما راح اجيب القتالات راح اجيب القصه هالمره لان احس خلاص كثرنا قتالات يعني
كذا خلاص كفي. اوكي شاب، شيء غريب ان فلوسك تروح في الاي تي ام يوم تقاتل الاعداء من اللي مكتوب هنا يعني. خلونا نشوف كم الحين صار. 62 ديم. اوكي خلاص نقدر نشتري هذاك الايتم. اوكي يلا، هذا هو التشيب بريسلت، اشتريته حلو. وهذا يغير الديفنس من 10 ل 15 ديم، حلو. اوكي شاب، مكتوب انك لازم تدخل هذا الاركيد، وهذا هو الاركيد. صار في اكثر من واحد توزيو. كان انت اللي ضربت صاحبي صحيح. من الافضل انك تستعد يا شاطر على طول اذا ضربه. يلا وين ايزي شاب، جلدت جلد. ويلا ايش بعد؟ اوه هذا ما يجيني شباب. اها ايش فيه؟ انت تبدو كالصياح لي، لا تصير مدري ايش ولا راح اضربك. تضرب مين حبيبي؟ ان شاء الله ما. طب هذا ايش بعد يحتاج ضربه هذا ولا ايش؟ هاي ايوه الفتى، تريد تكون عضو؟ يس تعال يوم تخلص ايرث باوند. وات ايش هذا؟ اي جدار رابع ولا السالفه؟ وهذا شاب اكيد يدورون مشاكل. تفال تفال تفال. وات تريد بعضا من العلك؟ روح خذ من عندك يا توت. انت توت لا تشب. عشان اقول لك الصدق، انا احب اشرب الشاهي واحب اكل الخضروات، ولكن هذا ما يناسبني. اعتقد لازم اتقبل هذا الشيء لنفسي. وات والله ما ادري ايش كان يقصد شباب. اوكي شاب، هذا يوم قلت له نوع عصب علي وهذا. اوكي انا حسبته شاب دار رابع ولا شيء كذا، بس يلا. وهذا مين بعد؟ الرئيس حقهم هذا ولا ايش؟ احمد صدق هذا رئيس، مكتوب قائد الاسماك. وات اوكي شباب، مكتوب ان هذا صدق رئيس يعني راح بوس فايت يعني. فيلا خلونا شباب نبداها. ليتس جو. انا فرانك. وانت من؟ هيا حتى ما تقول اسمك يا ساتر على طول بدينا. اي وات فرانك ضرب يا ساتر، ايش اسوي الحين؟ اوكي يا شباب نبدا، عندنا باش. يلا ليتس جو. فرانك مدري ايش 8 اتش بي يا حبيبي. اوه نقص منه 18. ابلع يا فرانك. 18 اتش بي يا برو، ايش ذا؟ 20 اتش بي. اوه فرانك قال شيء خايس. وات شجاعة نس قلت باثنين. نس ضرب 19 دمج. الله يا ساتر 9 دمج وال 20 دمج. ليتس جو. اي وات جلدته. واو ما هذا رئيس هذا؟ بس قاعد ضغط الدائرة خلاص. فرانك لا يمكن أن يتدمر. بف بف بف، هذه فرانكستاين مارك 2. ايش قاعد؟ أيوة مرة ثانية قتال ولا ايش سالفة؟ اوه الروبوت اللي كان جنب الحين يا حبيبي. طب شباب أنا حاسس إني يضربني ضربة قوية، فخلوني شاب أرجع الف. جنريتد أبيرس أوف ستيم. اوه حسبته ضرب ولا شيء. اوكي الحين عندي 62 اتش بي، فيلا ليتس جو نضربه ضربه يا شباب. يا ساتر نقص 13 اتش بي، وانا نقص منه 18 ديم. صرت ادمج كثير انا شباب. 18 اتش بي اجين ليتس جو. 16 اتش بي. او ماي جاد صار ما يضرب هذا ولا ايش السالفه؟ كل 14 يا حبيبي. يا عمي شو الضربات الضعيفه هذه؟ اي 16 اتش بي تعلم. دمجني 15. اوه مره كثير هذا تصدق. ابلع 17 اتش بي على وجهك، وابلع 18 اتش بي على وجهك. واز دسترو. واو هذا رئيس شاب صعب صراحة. أنا واجهت صعوبة في الرئيس، يعني أصعب رئيس في العالم. واو هذا رئيس هذا. هذا أول خسارة لي، عدم الخسارة فرانك، أصبح الآن الخاسر فرانك. واو. أعرف أنك كنت تسأل، فراح أقول لك عن الجاينت ستيب. راح يقول لي عن الملجأ، مع أنه ما كنت أسأل ولا حد، بس سي هذه اللعبة، قصدي هذا الوالك ثرو. إنه مكان جدا قوي، نوعا ما من القوة الخارقة موجودة هناك. يا ساتر إيش في هناك؟ يجعل الناس إيش يسوون؟ وندرس فيتس. ما ادري والله ما اعرف ايش يعني شباب، ولكن في وحش داخل هناك قاعد يسحب كل الطاقه في هذاك المكان. انه من الصعب ان توصل للجاينت ستيب، هذا اللي اعرفه. لازم تدور معلومات اكثر، او يفضل انك تدور معلومات اكثر. مدخل الجاينت ستيب هو ورا الشاك حق الانترتينرز تو والله ما ادري شباب. بيركل الماير لأونت عند المفتاح للملجأ. نش لقد صرت أقوى مني، مغامرتك فقط على بدايتها. الله سبحان الله صار فجأة صاحبي. واو اوكي شاب مكتوب أتكلم مع هذا عشان ترجع كل الاتش بي وهالأشياء. وديوراك ترشطح ديم عطاني هذا ولا؟ اي والله ديم. والله شاب رجع كل شيء حلو والله. اوكي شاب مكتوب تحتاج انك تستعد لاول ملجا لك، وتحتاج انك تاخذ 3 همبرجر على الاقل. فيلا شاب خلونا نشتري همبرجر. بليز 1 همبرجر without 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 ايش؟ without tomato. يس همبرجر شكرا جدا. هل تريد اي شيء اخر؟ نعم اريد همبرجر ثاني شكرا. هل تريد شيء؟ نعم اريد همبرجر ثالث. اوكي خلاص كفي. او ماي جاد صار 6 بس يا ساتر. عندي 5 همبرجر، وهو قال لي 3. المشكله قال لي 3 على الاقل، وانا الحين عندي 5. او ماي جاد
اوكي يقول لي بعد اشتري بعض الاشياء من هنا. يلا خلونا ندخل هنا وخلونا نشوف كم في الاي تي ام. لازم شاب يكون 1000 صراحه لاني انا ضربت رئيس فيعني رئيس يساوي 1000. اوه 312 مفروض 1000 يا اخوي. شو 312؟ يلا نو بروبلم نسحبها كلها. اوكي الحين يقول لي شاب اشتري اليويو لكن لا تلبسه. وات شو الفايده اذا كذا؟ ما ادري والله شاب خلونا نسوي نو. يلا مكتوب شاب ان هذا اليويو يضرب الشيلد. اوكي حلو يعني شيء حلو. اوكي شاب يقول لي الحين ادخل هذا التاون هول. تاون هول ولا كلاش اوف كلانز؟ اوكي يقول لي روح فوق. خلونا شاب نتمشى وين الفوق؟ هنا؟ والله شاب انا مو بداري وين الفوق صراحة. هل هي هنا يعني؟ ايوه في ادراج حلو. طيب الحين ايش نسوي؟ يقول اتكلم مع المايور بيركل. هذا هو اكيد ولا؟ هي 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 انا المايور بي اتش بيركل. انه من الجيد ان اقابلك. لقد ضربت كل يعني المتنمرين. ضربتهم ضرب قوي. شت مدري ايش حق. قطعت رأسهم يا ساتر. اي تفلت على عيونهم. وخليتهم يبولون. اوه ماي جاد. وجبرتهم انك ما تخليهم يسوون مشاكل. واو. شكرا. ماذا تريد مفتاح لل يا حبيبي كيف عرف؟ اوه ماي جاد. لاجل شيء قوي كأنت اعطائك المفتاح راح يكون شيء جدا يعني شيء جدا حلو. ولكن اذا رحت من مكان خطير رجاء لا تسالني اني اخذ هذا responsibility يعني مسؤولية. راح يكون بإمكاني أن أتفادى المسؤولية صحيح؟ لا يا أصبر اللي قلت له نو خايف يعصب. أنا شاب نجرب نكتب نو. أنا شخص جدا مهم في هذه الأشياء. تعتقد أني أنا مهم؟ يا خايف يزعل يا أخي. لا انظر أنا جبنة كبيرة هنا. وات هذا عصب علي شباب. وشخص نفسك لازم يعرف أني أنا أحاول أكون طيب. أوحي لا تقول ما بعطيه مفتاح. أوكي الحمد لله يكرر نفس الكلام. أوكي يلا خلونا قلنا يس هالمرة. أنت طفل جدا ذكي. هذا هو المفتاح للملجأ ولكنه صغير. المفتاح جدا مهم وانت عندك اشياء كثيرة انك هذا. وات يقصد الجودز اللي هنا. طب هذا الكوكي شاب ما نحتاجه. يلا دروب. اوكي يلا مرة اعطاني المفتاح. اوكي يقول الحين اروح لش اسمه. بس اصلا ضيعت لايبراري ولا لا هذه هي. ايوه هذه هي. اوكي يقول لي شاب النورث النورث اوف ذا لايبراري. طب نورث كله فيه اشجار كيف ادخل هنا؟ يقول لي روح يسار. اوكي يعني هنا يا حبيبي ايش يسار؟ وات هنا يعني معقوله؟ هذا هو الشاك. ايوه هذا هو ولا؟ اوكي يلا شاب يقول ذا دور از لوكت. صور زي عندي مفتاح انا هذا صح؟ كي تو ذا شاك. يلا نستخدمه يوز. اوكي الباب انفتح نايس. طيب الحين وين نروح؟ حلو الحين وين نروح يا شباب؟ وات والله شاب حسبته. صبر حسبته صوره مقطع يا عمي. واو اوكي اتوقع لازم الحين ندخل هالمكان صح؟ يا ساتر شو المكان هذا بعدي؟ او ماي جاد شو المكان؟ اي وات فر اي عدو هذا. واو شاب جلدت جلد. اوكي شاب حسن طولنا الفيديو. قولوا يا شاب اذا انتم لا زلتم مستمتعين ولا لا؟ انا صراحه ودي اكمل اللعبه يعني بس ما ادري يمكن انتم مو مستمتعين. عموما شاب هنا وصلنا الفيديو. اتمنى عجبكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس لتنبات ليصلكم كل جديدي. كان معكم زايد وسيا.